فيش ابدا اي منهج محدد ولا في اي حاجه. دي كلمه الدكتور يقول لك هو كده، ونحشت كده رئيس القسم قالت حاضر هتكلم مع الدكتور، ولا اتكلمت معاه ولا اي حاجه. دي حاجه وبنحضر وبنحضر، هم كل ده بنحضر وبنحضر ونتفاجئ عشان الترم كله ازاي. غير الدفعه بتاعت سنه اولى اللي عندهم حاجه اسمها ساعات معتمده، هم اصلا مش فاهمين فيها. يعني الناس طالعه من ثانويه عامه تمام، يشيلوهم عشان يخش حاجه اسمها ساعات معتمده، والساعه واحده 150 جنيه افرضي مثلا 160، الماده اربع ساعات يعني ايه 600 جنيه يعني حرام. وبيشيلوهم بقى. لما طلعت العميد الجامعه قال ايه؟ اتكلم عادي جدا، كاتب شويه كلام كده في ورقه وقال يا جماعه خلاص هنشوف ومش عارف ايه، اعمل تظلم ولو ما عملتش حاجه تعالوا اتكلموا وهنعمل لكم لجنه التماس ومش عارف ايه. اتكلموا ولا ليه اي مانع؟ عملتوا تظلم كام مره؟ لسه ما عملناش تظلم، بس كده ولا كده اصلا كلام اتقال من رئيس الكنترول نفسه، قال يا جماعه مهما تعملوا تظلم الفلوس هتقع على الارض ولا هنستفيد حاجه. وانا استحرك الدكتور اعدى على الدكتور زميلي. دكتور احنا رئيس القسم قلنا ما ينفعش ان احنا نصحح. هو العميد دلوقتي قال انا مش هصحح ورق 30,000 طالب. ماشي يا السنه اللي فاتت شيلتنا ماده نشرة بتاعت السنه اللي فاتت وامتحناها وشيلتها لنا تاني. شلت كل مواد الاربع سنين الترم التاني بس لوحدي. ما عنديش مواد قبل كده، ما كنت بجيب تقديرات المفروض يعني، بس دلوقتي خلاص دلوقتي انا شايله الترم التاني كله. نزلت لي نتيجتين الترم الاول ونزلت لي نتيجتين الترم التاني، النتيجه النهائيه ان انا شايله الترم التاني كله. يعني انا هقعد في البيت الترم الاول وهبدا ان شاء الله السنه الجايه الايام دي اذاكر تاني.